السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن المزرعة. بهذا الفيديو راح أفرجيكم أنا امبارح عملت ما شفتوا، عملت بث مباشر ومن هون عملت بث مباشر، والبث المباشر ما كملته لأنه كان في شوية مشاكل. المهم راح أفرجيكم إحنا شو وصلنا وشو عملنا خلال السيرفر اللي عملناه، وراح أورجيكم كمان شلون طريقة الحصاد والزراعة وشوية شغلات هيك بسيطة حتى تقدروا أنتوا تكملوا أو أنتوا تحبوا تدخلوا معي كمان بالسيرفر. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، والله خلينا نبلش بالفيديو. يلا بينا. طبعا هاي دخلنا وبلشنا، وهنا دخلنا وبلشنا يوم جديد. مثل ما انكم شايفين انا عندي المحاصيل يمكن جاهزه. طبعا هاي الارض اللي امبارح كملت عليها راح احكي لكم عنها شوي. ريموف تري ايش يعني؟ امسح التراب. يعني هي جاهزه للحصاد. طبعا خلينا اشرح لكم ايش يعني اول شيء املاك. خلينا نوقف اللعبه عشان ما يمشي الوقت علينا، او خلي شغال لانه الدنيا متعصصه ما نقدر نشتغل شيء. طبعا انا لما شفت بالسيرفر الخاص قدرنا ناخذ مصاري. طبعا بيعطوك مصاري 1 2 3 4 10 11 12 13. اشتريت هي الاراضي كلها واشتريت. طبعا انا بالسيرفر الخاص قدرت اخذ مصاري كثير، فقدرت اشتري فيها ارض 10 11 12 13 و18 19 20. هذول الاربع اراضي اشتريتهم. انا بفكر اشتري ال 21، افرجيكم انا شلون رح تشتروها لانه حابب اني اشتريها، وبنفس الوقت صار عندي موسم الحصاد بلش وممكن اني ازرعها بطاطا. ما بعرف اشوف هلا شنو، بس رح اشتريها انا. شوف شلون. طبعا كاتبين حقها 281,000، انا معي مصاري الحمد لله، معي شي مليونين و800,000، فرح اشتري الارض. صارت هي ضمن املاك كمان، وفي عندي كمان هاي الارض كمان مشتريها انا ضمن املاك. كنت عم بجرب اذا بدي اشتريها يصير احتياط الحيوان اللي ولا ما حلو. المهم انا فيها نرجع على الارض. طبعا شفت اشتريت الارض. هلا هون عندي المجاني، طبعا هذا صفات البيض تطلع هون. هاي المجاني تقدر تشتري لها من هون، تكبس توقف هون على الباب، توقف هون تكبس حرف الار، تشتري لها اللي انت بدك اياه. طبعا بس للمجاني، وتقدر تعبي لها هذا بتلمه من هون تحط لها من هون. راح اعطيكم نبذه سريعه، بس خلينا نبلش اول شيء نبلش بالحصاد لانه طلع الموسم. راح نبلش افرجيكم شلون نحصد واعرفكم عن كل ماكينه. طبعا هون اول شيء هدول ماكينات للبطاطا، هدول متخصصات للبطاطا. هدول اثنين، هي بتزرع البطاطا وهي بتحصد البطاطا. خلينا نروح نبلش من الارض 18 لانه هي الاكبر. ما بعرف اذا راح اقدر ابلش بالوقت هذا لانه الدنيا مطر، وراح اخذ الحصاده طبعا على الطرف الثاني. طبعا الارض هذيك طلع هذيك الاراضي كلها صارت لي جاهزه للحصاد حتى نحصد ونبيع. طبعا انا كنت اساس بدي اورجيكم، اساس عملت فيديو صورته وخلصته ال 24، عم طلع الهارد مليان فما سجل القسم اللي بدي اسجله، ما سجله. كان اسجل القسم اللي ما بدي اسجله وعم بجهز له، اما وصلت للقسم اللي بدي اسجله طلع التسجيل رايح. شغل غني ترا 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 نيسا. المهم هلا هون راح نجي نصف التراكتور هون. نبلش والله اشتغل، انا توقعت ما يشتغل الدنيا مطر. المهم هلا خليه يبدا يشتغل. بنروح ناخذ الحصادة. وين الحصادة؟ هاي الحصادة. طبعا ما راح اظن راح نقدر نشتغل لانه الدنيا مطر بالحصاد، فالحصاد ما يشتغل فيه، بس خلينا نروح نصفها عند المكان المنشود. طبعا هاي ال 21 صارت الي، ما بعرف شو بقلبها، بس تعال تعال نوقف وقف وقف وقف. صارت من املاكي. وقف ايش هي؟ محصول جاهز ولا بده حصاد؟ ويتنج مات. هلا بورجيكم كمان شلون بدها تصير عملية الفلاحة، لأنه هاي الأرض جاهزة. مش حبيبي، فأنا في شب ساعدني وطلع وراح لم يعد، فأنا بحب أتشكره إنه ساعدني في كتير شغلات هون بالمهمة بالأرض هاي بالزراعة والحصاد واختيار الماكينات. بس ما كان اختيار الماكينات موفق لأنه كتير عم بتعذب، وبعدين بحست لقيت إنه في ماكينات أفضل بكتير ممكن أشتريها وأستفيد منها. بس على كل حال اشترينا الماكينات خلصنا. يعني إحنا فكرنا لازم دايما نشتري الأكبر الأكبر، والأكبر الأكبر مصاري على الفاضي، يعني بتخسر مصاريك على الفاضي. طول بالك، خلي هذا يوقف هون، نفصل هاي، نجيب الحصاد من الطرف الثاني. اتوقع راح يكون الفيديو شوي طويل لانه الاراضي كثيرة، فيكون الحصاد راح ياكل وقت معنا طويل جدا. نيسا هلا لازم نضب هي. شلون كانت الاكس؟ بالاكس تمام. انا خلينا نصف الحصادة ونشغله للمزارع، بس ما اتوقع انه راح يشتغل لانه الدنيا مطر. انا هنجرب نقول له بلش شغل. ما اشتغل. طيب خلينا نروح هلا نروح على الحصاد. طبعا بدي عم بيسالني شلون بقلب بالماكينات بسرعه، زر التاب تقلب بسرعه فائقه، واللي بيعرف شلون بده يشتري مغسله او هي اللي بتغسل يكتب لي بالتعليقات شلون بده اشتري هي الماكينه الغسيل، لانه هي ما عم بدي اغسلها، ما عم بدي اشوفها اتركها شوي تحت المطر.
لا نقدر نكبس حرف الاتش، خلي الشوفير يشتغل عشان تشوف شلون راح يبلش يشتغل. طبعا انا اتوقع انه راح ازرع بطاطا لانه ماكينة البطاطا واقفة، العامل بيعرف يسوق فيها اكثر ما انا اسوق فيها. المهم شايفين هاي مو حصاد، هاي بتشيل ارتشيل. المهم هلا خليني بانه اشتغلت فيها، خلينا ابلش ماكينة البطاطا. ما اشتغل هذا، طيب هاي خلينا نزرع بطاطا. ماكينة البطاطا واقفة والتبعيت التبذر كتير صعب نقلها. انا راح افرجيكم اياها بس ابلش احصد بالبطاطا، بس ابلش حصاد حصاد كمية جدا ضخمة، فممكن نشتغل بكل سلاسة هون. طبعا شفتوا انها تشتغل هذوليك تراكسات معقدة جدا، دول افضل واسهل. بس يلا يلا بلش الشغل انت روح. طبعا شلون عبيت الموارد، شلون عبيت هي كلياتها بعرفكم عليها بالمستقبل، يعني بالفيديوهات اللي جاي بعلمكم شلون عملنا هالشغلات هاي ان شاء الله، بورجيكم شلون عم نعبي وشو عم نشتغل. طيب تمام، راح افرجيكم اشي خرافي جدا. هذا لسه ما بلش شغله، وينه وينه التراكس. طبعا هاي شوفوا، هاي اللي يسموها البذار، هاي يمكن اسمها البذار، هاي اللي بتحط البذور ومن ورا بتحط مع السماد وتحط مع كل شيء. طبعا راح نشتغل فيها بس مهلا، بعد شوي استنى شوي. هذا التراكس، وين التراكس الثاني؟ طبعا هذا التراكس انا حطه عشان التريلا، بس هلا بس اشتغلت الحصاد مبلش رول عندها. هذا بدي اعمل اشي فيه، طبعا هذا جدا خرافي. انا اشتريت اول شي تراكس تعذبنا وبعدين ردينا بعناه هون، استنى شوية مصاري بس، يعني انك تشتري تراكس صغير او متوسط الحجم افضل لك، تشتري عليه هاي الاجر اول شي وبعدين تشتري هاي انفع لك. ليش؟ لان هاي في شي مهم جدا يتركب معها. فل. طب تمام خليهم موجودات بقلبها، ما راح ننزلهم لانه فل. طبعا هون عم بعبي البيض بقلب هاي، طبعا هو في لون سيارة خاصة لهم بس ما هاي انا اشتريتها وكنت حاطه في راسي اشتغل فيها شي وبعدين ما اشتغل فيها فقلت خليها اتركها. هاي ممكن استفيد منها انه نفضي البطاطا. لا جهزها هاي لان راح الحصاد فورا تتعبى، لانه مع البذرة محطوط المواد اللي بتساعدها لانه تنمو بشكل سريع. ف شايفين شلون؟ هاي اختين، هاي احسن اشي اللي اشتريته من كل الماكينات الضخمة. الوحيد اللي عجبني اكثر شي هي هي الحص المحص المحراث، هذا المحراث الضخم هو في اللي تنظف الارض الشواك. هلا بورجيكم. طبعا راح اوقف شوي شغل تسريع الوقت حتى يخف المطر لانه مو طبيعي هذا المطر. شايفين شلون؟ حتى السموم، ما السموم ما في. طبعا مشان ننظف الارض، هلا بورجيكم انا شلون لازم ننظف الارض او شو هي الماكينة المسؤولة عن تنظيف الاراضي. شوفوا ما شاء الله الارض ما اكبرها. ما يبين اسمه الحصاده، ما بتبين علي من كبر الارض. طبعا هو لازم نشتغل بالحيوانات كمان لان الحيوانات جدا مهمه وفي منها فائده كمان، لان هذول انا انتبهت انه الموسم ما يجي دايما طلب عليها كثير مثل ما هو مناسب. فشوفوا شايفين هون الحشيش، وانا بالغلط تركته. طبعا هلا اورجيكم اخر الفيديو يمكن اذا قدرت الحق اورجيكم شلون بننظف هاي الحشاش او اللي هي بتسبب هذا الاشي، الماكينة اللي بتنظفهم. افرجيكم الماكينة، هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي فولت، طول بالك ارجع لك. ولا هاي 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 الماكينة المسؤولة عن تنظيف الارض من العشب، بس بانه هذا فضي فخليني اروح. والله يا معلم الحكي هذا الحسبة هاي طول بالك، خلينا نرجع على 20 الريال تايم، نروح ناخذ له هذا الترك هاي ولا ناخذ هذي؟ والله ناخذ هاي، بضبطها تكسر لك. حلو، هو صار بصفات البيض بس المهم. هذيك خالص ديك وقفة بيت لازم اروح نفضيها، لأنه هي قريبة من الأرض فاخترت هذا التراكس أنا صغير. طبعا في هاي من قدامك مي مهمة كتير، يعني مو مي مهمة يعني لا هون مي مهمة لا غير اشي مهم لهذا هاي النقلة. طبعا ان شاء الله بالمستقبل نشتري اشي اكبر من هيك، بس خلينا نعرف نصف هاي بالاول لانه رح تعبى اكيد. يعني انا اكثر اشي باكل همه هو هاي تفضية البطاطا. تمام حلو، اذا 35% بعد الحق لنا موسم ثاني، او خلينا نصفه هون بالوقت الحالي بما يخلص هذاك شغل، ما راح اطول عليه. خلينا نشغل التسريع شوي ملكي وقف المطر. امبارح عزلت العبها قلت بدي اصور، قام صار الدنيا ليل وما نقدر نترك المحصول للصبح. اليوم صرنا نصور قام الدنيا مطر، ايش الحظ؟ رجعنا الساعة 8 تمام. طبعا الدنيا مطر وما لي طاس شي ابدا، والمحصول اكيد مو ميت، امني مو ميت. خلينا نشوف الشغل.
شغل. هاي لسه ما هنشتغل فيها. يعني انا ابشع عندي ابشع شيء اني اشتغل والدنيا مطر، وانا هلا عم بشتغل والدنيا مطر. شايفين لك حتى طلعت لون الماكينات بالمطر. طب خلينا ننزل مع عند صاحبنا شوف العشب لوين طلع عشان نعرف انا بدي نشتغل بالتراكتور هذا. اجا العشب طالع بس العدالة لهم بس. هلا هذا بيشتغل بشكل زكزاك نايس. بارك الله فيك. طبعا هاي الماكينة شغلتها بس شو شوفوا اذا انتبهوا طلعوا انتبهوا للعشب اللي قدامها شوفوا بتختفي. فهي شغلتها بس تنظف الوسخ والعشب. طبعا تطلعوها بالتولس هون، هاي اسمها الويدز. هاي طبعا في هاي صغيرة كويسة وهي كويسة، يعني بس الفرق المسافة وحجم طبعا التراكتور بدك تركبوا عليها. طبعا هاي الدجاجات هوني دجاجاتي بتطلع لي صفات البيض اللي هن هدول اللي كومتهم انا هون. تارارام عطلي صار عنده 80%، وهذا راح يخلص. تمام لا اذا هو وصل لهالحد هون 80% فاتوقع يوصل لاخر الخط. اذا وصل امونه لوز، ما وصل اكنه هو. ما بعرف. لا والله بصل بصل لا بصل اذا لون 80% بصل. بما انه المطر ما راح يوقف شكله اليوم بلش جاي جاي الطوي يعني الساعة 3. تمام هلا هلا بنقدر نشغل السيدة الحصادة. نقلها روحي هذا اتركه شغال، هذا لسه ما اشتغل دوره لسه ما بلش، هذا لسه دوره ما بلش. اتوقع هلا قول لازم يبلش الفيديو. تمام هذا صاحبنا لسه بيشتغل حلو. بس هلا انتو راجع ترجع لي بالخط هذا التاني اللي روحت لي اياه حالا. عندنا الاعشاب الضارة اشتغل عم اروح. الآن نحن في صدد انتظار الحصادة تنهي شغلها الخط الأول. تمام هلا خلينا نروح على التراكس الصغير وينه مهد. اه هذا الصادة اشتغلت فلازم تبلش تفضي يا معلم. طبعا في عالم ايش بتسوي؟ كل ما تعبي الحصادة يفضوها بالأرض بعدين بيجيبوا تراكس بيعبي وبينقلوا، يعني مشان ما يضل يوجع راسه كل شوي رايح جاي رايح جاي رايح جاي فضي عبي. ففي ناس تختصر الموضوع هذا بأن تضل باركة جنبها. طبعا أنا لو استفدت موضوعين، الموضوع الأول أني خلصت من المطر اللي ذبحني ذبح. أنا ما راح أسوي شي بس هلا بدي أورجيكم شلون نشغل هاي ال أو راح أتركها للفيديو الجاي لأن صار فيديو كتير طويل. راح أتركها للفيديو الجاي إن شاء الله. بفيديو الجاي راح أفرجيكم شلون نشتغل بالحصة شلون خليني أفرجيكم إياها شلون راح نشتغل. فرجيكم شلون نشتغل بهاي، راح أفرجيكم شلون نشتغل وين الماكينة الثانية. اه هاي تمام هاي راح افرجيكم شلون نشتغل بهاي الماكينة الضخمة الخرافية اللي تعذب بالمشي بحد ذاته. المشي بحد ذاته لحاله معضلة. طبعا هون كنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو حط لنا لايك، واذا ما عجبك الفيديو حط لنا ديسلايك، واعطينا رايك وافكارك الموضوع هذا شو اللي ما عجبك الفيديو. وبالنسبة لي اورجيكم شلون تشتغل الحصاد وهدول المواضيع هاي ان شاء الله بالفيديو الجاي بورجيكم شلون راح نشتغل. وبالاضافه بلكي فيديو جاي بلكي نقدر نفتح نبيع البيض ونشوف شلون راح نبيعه، وبالاضافه نجيب حيوانات ونشوف شلون بدنا نربيها وشلون ندير بالنا عليها. بس كون خلص الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.